اهلا بكم يا رزيعه ورزعه افريقيا وعوده مره اخرى للاستوديو. والله العظيم وحشني الوقفه في المكان ده. طبعا في ناس كتير بقضيها فلوجز انت واللي يقول لي انت غني بتروح كل الماتشات. كان لازم نبقى متواجدين في الثلاث ماتشات، وكمان كنا موجودين في ماتش المغرب وماتش الجزائر وانبسطنا بالاجواء جدا. لكن النهارده جايين نتكلم على المنتخب الوطني الجميل بعد ما صعد اول مجموعه بتسع نقط بدون ولا هدف وباحراز 5 اهداف. طبعا شفت الحركه دي والحركات دي كلها، كل ده فيستك وهنتكلم عليه، وهنتكلم على اجيري والمقارنه بكوبر الراجل اللي اتكلمنا عليه وكنا هارينه، ونتكلم طبعا على الاداء الهزيل والاداء اللي مش مبين النتيجه خالص. بالاضافه بقى اني كمان هقيم الجمهور بتاع منتخب مصر ونتكلم على الاخطاء اللي حصلت من اللعيبه مع الجمهور ومن الجمهور مع اللعيبه. خلصنا لسه، ونشوف كمان لعبكه الترشح ومين هيلاعب مصر والامور اللي الدنيا ملخبطه فيها دي كلها برضه هنتكلم عليها. اعمل انت لايك وسبسكرايب وافتح التنبيهات لو كنت لسه جديد معانا في القناه، ويلا نخش ونرغي في كل الهيصه دي. إذن المنتخب المصري ترشح بقوة من المجموعة الأولى اللي كان فيها معانا زيمبابوي والكونغو وأوغندا. طلعت انت أول بتسع نقط زي ما قلنا، متربع على العرش. العظيم في الموضوع انك خلاص مكمل على استاد القاهرة، مهما كان مش هتطلع بره، يا هتطلع بره البطولة يا هتفضل مكمل لحد النهائي على ملعب استاد القاهرة، ملعب الرعب، ملعب اللي سمو الإتو وديدي دروجبا لما جم يتكلموا على ملاعب ما تكلموش على الأنفيلد ولا على الكامب نو ولا على كل الملاعب اللي هم لعبوا فيها، لا قال لك استاد القاهره يلقب باستاد الرعب. هل حصل رعب؟ لا، حصل فيلم كوميدي قدام زيمبابوي اللي كسبتها 1-0. جات الكونغو ادتها 4 عشان تعرف قد ايه زيمبابوي دي ضعيف. انت يا معلم بعد الافتتاح العظيم والليله والمصريين كنا هنضيع كل ده، كنت هتروح 100,000 بناس كبيره قوي لما مؤاخذه قاعده معانا في الاستاد، كله كان هيبقى مكتئب لولا الله يكرمه تريزيجيه خلص لنا بواحده. وقلنا ماشي عادي عادي، الشناوي برضه يطلع رجل المباراه زي اول مباراه في كاس العالم، وده يدل قد ايه انت منهار، بس تمام يلا 3 نقط وفرحنا وكله هيص وعملنا بالزماره بيب بيب وخلاص. دخلت بعد كده يا معلم على ماتش الكونغو، قال لك بقى ايه نتفرج على الاداء بقى، خدنا 3 نقط وده حاجه مهمه جدا في الضغوطات اللي على اللعيبه وعلى الاستاد وعلى الافتتاح، هنتفرج على اداء. اداء زي الزفت، خلصت بجنين في الشوط الاول انجزت معاهم، جملك كده بالبركه والدعاء واكراميه المصريين اللي بتتفرج. لكن لو تسالني فين المصيبه، طب يا سري اقول لك ان المصيبه ان منتخب زي الكونغو شايط عليك 11 كوره. انت شايط كام؟ شايط 5. استاد الرعب ماشي، اكتئبنا كلنا وقلنا مش مشكلة اترشحنا وست نقط كمان يا عم، وان شاء الله الماتش الجاي بقى بدون ضغوطات خالص، ده احنا متأهلين ونشوف بقى بدلة ونشوف لعيبة جديدة ونعمل كده ماتشات حلوة وناخد بقى 4-0 5-0 خلاص بقى مرتاح يا باشا وبتلعب في ارضك. حلم عند المصريين ان الاداء يتصاعد، وكل الاعلاميين يقول لك واحده واحده الاداء يتصاعد، يعني بنمشي مع بعضنا كده، الا ان الحقيقه الاداء بينزل من فوق لتحت. اوحش مباراه كانت قدام اوغندا، النهارده اوغندا يا معلم من اول المباراه بقى مش مدياك فرصه، بتلعب عليك اكنك بتلعب مثلا فرنسا، مدرب بتاعهم عظيم، الراجل بيلعب كوره وشغال وعايز يخطف منك مركز اول من وسط استاد الرعب ده. طبعا المدرب اللي بيتكلم عليه الاهلي دلوقتي في اشاعات بتقول لك هو ده مدرب الاهلي، اتمنى طبعا، مدرب عظيم وشفنا كوره من اوغندا سبحان الله. فلت انت تاني يا معلم بنفس السيناريو بكوره ثابته، صلاح بقوه خارقه، يعني دي قوه الراجل هو بيديك اضافه، اللعيب الكبير قوي يديك اضافات في حاجه زي كده، كره ميته هو فاول حط الراجل 1-0. طبعا حصلت دربكه الجون الثاني والمصريين هيصوا ونقفل الليله 9 نقط يلا نروح. استنى يا عم استنى يا عم، رايح فين؟ الله يكرمك اهدى علينا. لو حضرتك متضايق من احصائيه الكونغو وعدتها، يعني احب اقول لك ان اوغندا شايط عليك 17 كره على الجول. انت شايط كام؟ شايط 7، اتحسنت شويه من ماتش الكونغو، بس متشاط عليك 17 من اوغندا. هنا نيجي للعبقري خافيير اجيري. طيب بص يا عم اجيري، بالورقه والقلم كده عشان نبقى متفقين، في نوعين من المدربين، عندك المدرب اللي هو بيدافع، عنده مخه كده، هو الراجل بيلعب كره دفاعيه بحت
اثبت بالباكات بتوعي واثبت ورا والعب على الهجمه المرتده. وعندنا بقى يا باشا امثله كتير، احب اقول لك مثلا عم مورينيو واحد منهم، عم سيميوني بتاع اتلتيكو مدريد واحد اللي بيجيد المدرسه دي، عندك مستر كوبر اخر واحد كان موجود في مصر، الراجل ده مدرسته يعني كان باين له شكل سبحان الله، هو ده اداؤه، الاداء السيء الاداء الدفاعي وعلى صلاحه كانت ماشيه معاه، وكنا هتمشي مع اوروجواي وتطلع 0-0 تاخد نقطه وقلنا تمام، بس كان واضح ملامح للتشكيله. عندك بقى الناحيه الثانيه في جانب هجومي، يعني زي عم كلوب وليفربول، نسخه ليفربول السنه اللي فاتت مثلا قبل ما ليفربول تتجه الى الشكل الدفاعي اكتر والصلابه كانوا هجوميين اكتر، يقول لك هيخش فيا جون لكن هجيب 3. عندك مانشستر سيتي بتشوف ماتشات كتير سيتي بتكسبها لازم يدخل فيها جون، لكن عنده ستيرلينج وعنده اجنحه طايره وعنده باكات طايره وعنده هيصه سعادتك بتجيب له جوان. في امثله كتيره بس اللي انا مستوقف عنده مستر اجيري، حضرتك اني نوع فيهم يا عسل انت؟ حقيقه ما حدش عارف، لا بنشوف اداء هجومي ولا بنشوف اداء دفاعي. ما هو حضرتك لما يبقى متشاط عليك 17 كوره يبقى انت خلاص كده اكيد مش اسلوبك دفاعي، لكن اتفقنا الاداء الهجومي ده بيتطلب انك فعلا تكون هجومي، مش شايط 5 كور ولا 7 كور على الجون والمنافس بتاعك الضعيف شايط الضعف عنك. فالحقيقه لا يوجد بني ادم على الكره الارضيه فاهم منتخب مصر بيلعب باني اسلوب، لكن الله اكبر يا رب يا رب يا رب بنعدي. طيب نتكلم على اداء اللاعبين، فلو جينا لحراسه المرمى عندك الشناوي الراجل زي الفل وهو اللي ساندك وشايلك وسترك عن فضايح، فتمام عدى اجيري مع اختياره للشناوي وكان اختيار مظبوط. سريعا كده عندك حجازي ومحمود علاء لا يوجد خلاف عليهم، هم دول اللي لازم يلعبوا، شفنا باهر الراجل لا يعني كان مصايب امبارح في ماتش الكونغو وشفنا كور خطيره بتعدي عليه وفي لخبطه بينه وبين حجازي، لا باهر بيلعب كتير قوي باك رايت مع الاسماعيلي فمش مش يعني مش هينفع نجرب البطولة الافريقية، لا يوجد خلاف بقولك على حجازي ومحمود علاء والاثنين متقلين بعض وساترين برضو من الناس اللي ساترة منتخب مصر. عندك عم ايمن اشرف الباك ليفت فهو مؤدي الغرض تماما، الراجل بيعمل 2 اسيست، الراجل بيهاجم، الراجل بيدافع، الراجل راجل، لكن مش الاداء الهلامي، لكن تك على ايمن اشرف برضو تمام ما عندناش مشاكل. عندك بقى ناحيه اليمين المحمدي، وهنا الاختيار هتقول لي ازاي وده رجل المباراه وجايب هدفين، عظيم عظيم، وهو المحمدي فعلا كتكتيكات اجيري اللي بيقولها له هجوميا الراجل عامل اللي عليه وزياده، كسنه وكخبرته تمام جدا المحمدي. ماشي مش هتكلم على العرضيات اللي مش موجوده، مش هتكلم على حاجه عشان ما بقاش غريب قوي، بس انا عايز اتكلم على حاجه واحده، هل انا الوحيد اللي شايف ان احنا هنتفضح لو لعبنا اي فرقه بتلعب باجنحه ب2 جنيه وربع؟ يعني انت لو لعبت الجزائر، لعبت المغرب، لعبت اي حد، غانا، نيجيريا، اي حد اقسم بالله هيدخل 3 اجوان من ناحيه المحمدي، طول الماتش الراجل مش قادر يرجع يا جماعه، الراجل تعبان، الراجل سنه كبير، الراجل بيطلع يهاجم مفيش اي ورا مساحات، هلم اي حد بيلعب قدامك بيلعب على المحمدي، فانا بس عايز اعرف انتوا شايفين ده ولا انا اللي شايفه بس وغلطان مثلا؟ يا ريت تسيبوا لي رايكم تحت لان انا مش مقتنع. مش عايزين بقى نقول لكم ارجع لحلقه القائمه بتاعه المنتخب لما عشان احنا قلنا مش هنتكلم في مدار البطوله وهنحاسب اجيري، لكن بعد الثلاث ماتشات لا في حسابات، قلنا ايمن اشرف تمام بس عبد الله جمعه ممكن كان يساندك جدا في ماتشات زي دي، ممكن يديك حلول زياده بالهبل. عندك يا سيدي هاني مش هيفيدك في ماتشات زي كده، خلاص مش هتكلم، خلاص خلينا مكملين وفرحاني مصحف احمد فتحي برجل واحده كان نفع. طب نص الملعب عندك النني وعند طارق حامد وعندك عبد الله السعيد، هنا طبعا يبان لك على طول على طول مشكلتنا في الشوط الثاني، ما يصحش ان طارق حامد الراجل اللي عامل دور عبد الله والنني، احنا بنلعب بثلاثه في شكل واحد اسمه طارق حامد، مع كل احترامي للنني وعبد الله واتكلمت على عبد الله مليون مره واختلفتوا معايا وانا اختلفت معاكم واراء وبتاع، انا شايف ان عبد الله يا جماعه ما ينفعش بيبطئ اللعب بشكل مرعب، الراجل سنه كبير يا جماعه، معقوله هو ده اللاعب اللي هيلعب لمنتخب مصر في بطوله افريقيا؟ لا يا جماعه ولا بيشوط ولا بيدافع ولا بيوزع ولا بيلعب ولا بيشوط فاولات ولا بيلعب كرانر حلوه، ايه ميزه عبد الله السعيد يا جماعه؟ حد يقول لي والنبي. عم النني، عم النني انا شخصيا بحبه ومعاه جدا ان هو في المنتخب، لكن اداء النني هزيل، امشي يا عم النني من ارسنال، لازم تمشي، يعني انا كنت مقتنع ان هو حتى يمكن يجي ويبقى فايق والتمرينات وبتاع، لا الظاهر ان فعلا القعده بتهبط المستوى، النني احسن من كده بكتير، وعلى فكره انا من عشاق النني كلاعب سكواد بلاير في الارسنال هايل، لكن لمصلحتك امشي، روح وست هام، روح وست بروميتش، العب في اي حته، والنني هيجي له عروض لو قال بس عايز امشي
يلعب في الدوري الانجليزي مرتاح. كده غلط، النهارده ولا شايفين هجوم ولا شايفين دفاع من النني. الاطراف طبعا تريزيجيه لا خلاف عليه ان هو الراجل مكانه ثابت هو وصلاح. تريزيجيه بيحاول يبدع، هو افضل لعيب في المنتخب المصري بلا شك. الراجل على طول رجله مع المنتخب، الراجل على طول اداؤه ثابت حتى لو بيختفي شويه، لكن الخطوره جايه من عنده، بيخلص لك ماتشات، بيخلص لك اجوان، بيعمل لك اسيستات، لاعب مهم جدا. وربنا يستر لو حصل له حاجه تريزيجيه، ربنا يستر هو او صلاح، ما عندكش غيرهم ودي المشكله. صلاح الناحيه الثانيه تقول لي هل ده احسن اداء لصلاح؟ اقول لك اطلاق، صلاح اداؤه مش حلو. اه طبعا اداؤه مش حلو، ومش مش اللي انت مستنيه من صلاح ولا اللي هو مستنيه من نفسه حتى، لكن الراجل بيجي له كره من تريزيجيه في حته ضيقه جدا محدش هيحطها لك كده غير صلاح. ترك في ماتش الكونغو جاب لك جون رايح لك الماتش. جه امبارح في ماتش اوغندا وانت مضغوط في عزك فاول، ما عندكش لعيبه كتير على فكره في المنتخب بتحط فاولات، ولا في اي منتخب، يعني حته انك تجيب فاول عايزه لعيب استثنائي. فالراجل بيديك شويه من ان هو لعيب عالمي في حته تانية وورلد كلاس، بيديك نقط مش عندك، ممكن نقط ما تستحقهاش، لكن بوجود اضافه زي صلاح بيجيبها لك. منتظرين اداء احسن من صلاح؟ اه، ومن تريزيجيه. مستنيين نشوف صلاح يبدع اكتر اكيد، بس بالشكل ده مأثر على كله. الراجل على طول ممسوك باتنين، يعني هو اشهر لاعب في البطوله، فطبيعي اي منتخب هيلعبك هيبقى حاطط صلاح عليه ثلاثه. نيجي لقدام، عندك اللاعب اللي هو تقريبا ما اتغيرش ثلاث ماتشات، مستر مروان محسن. والاول مره مش هتريق على مروان محسن ومش هقول حاجه، بس لان الراجل فعلا فعلا ما بيوصلوش اي حاجه يا جماعه. هو جات له كوره مثلا ضيعها مروان محسن؟ مفيش. جات له عرضيه حد اداله ضربه جزاء هو بيشوط فاولات؟ مفيش. ما بالك ان انا اقول لك ان انا شايف مروان محسن في نسخه كوبر افضل بكتير من نسخه اجيري؟ غير مفهوم. كان عامل دور المحطه ده كويس مع كوبر. النهارده ثلاث ماتشات مروان محسن ما جاش معانا، والله مش بلومه، بلوم الشكل وبلوم اللي بيديره. سريعا الراجل اجيري، البودلة بتوعنا، شفنا مين ابرز البودلاء؟ اتكلمنا على باهر طبعا، نتكلم على دونجا. دونجا يلعب؟ لا، دونجا ما يلعبش مع طارق حامد، يا هو يا طارق حامد. مع كل احترامي لدونجا، دونجا ممكن يكون قدام كمان هو لاعب اساسي في منتخب مصر، لكن دلوقتي لا، طارق حامد في حته ثانيه. طارق حامد نزل بس بديل في ماتش اوغندا، قلب المباراه، مسك نص الملعب، الجمهور كله طارق يا حامد طارق، مش ممكن، فارق جامد جدا. فدونجا هو البديل لو انت كسبان، لو انت زي ما قلنا دوره مش هيضيف اكتر من كده، الا لو فاجئ الدنيا اجيري بقى ولعب النني بدل عبد الله مثلا لا سمح الله. عندك عم كوكا ربنا يشفيه ويصبره، الراجل غير محظوظ بالمره، في كاس العالم مستبعد من قائمه المنتخب، النهارده بينزل يشارك اول ماتش وعايز يجيب جون وعايز ماتش سهل، ماتش ممكن يخلص فيه كوكا، الراجل بيطلع مصاب على طول ما لحقش. والاغرب تغيير اجيري، يا راجل يا محترم، يا راجل يا محترم، يبقى عندك ماتش انت متاهل فيه تقوم منزل تاني مروان محسن وتسيب الراجل اللي اسمه احمد علي، اللي كل اللي بيتفرجوا على البرنامج او كل اللي بيتابعوا كوره كانوا عندهم ايمان وشك ان هو ممكن احمد علي يبدا اصلا بقى البطوله. مروان بدا وقلنا ده، وقلنا ان ده التقليدي وده اللي ثابت بالنسبه له اكتر وده اللي معجب بيه، لكن حرام عليك يا جدع، ما تدي يا راجل احمد علي قدام، يمكن تلاقي مفاجاه زي جد، ولا يمكن تلاقي حد يعمل لك اي حاجه جديده، تقوم منزل مروان. يعني لا يوجد دليل او مفيش اي حاجه اقدر اسامحك عليها غير انك هتريح مثلا الماتش الجاي تلعب احمد علي بدل مروان. عبد الله برده الراجل اداله بسم الله ما شاء الله ماتش كامل، ثلاث ماتشات عبد الله بيلعب فعلا. طب هتريحه؟ يعني هنتفاجئ مثلا بوليد سليمان مثلا في الماتش الجاي؟ الله اعلم. لكن لو بنتكلم كده ان دي شكلتك الاساسيه، جلاش بالبلح. هل اجيري اخطا فنيا بس ولا اداريا كمان؟ احب اقول لك ان الراجل ما خلاش. اتكلمنا على فنيا واتكلمنا على المشاكل والاداء اللي مش عاجب حد خالص وعلى المصايب والتغييرات، نتكلم بقى على اداريا وغلطاته مع عمرو ورده. اتكلمنا على مشكله عمرو ورده، ولو ما شفتش الحلقه ممكن تشوفها في حلقات رأس افريقيا، لكن ايه الجديد اللي حصل؟ النهارده احترمت جدا اجيري باستبعاد عمرو ورده، واستبعاد صح جدا. اتكلمنا ان لعيبه المنتخب اه دول يتسامحوا، لكن عمرو ورده بالتكرار المشاكل وتكرار نفس المشكله لازم الراجل يتعاقب يا جماعه. وما فيهاش عمرو حبيبي وعمرو طيب وعمرو صغير، عمرو مش صغير، عمرو بيلعب النهارده في منتخب مصر، عقبالك. عمرو ورده النهارده بيحصل الموقف ده اكتر من مره، لازم يتحاسب عشان يفوق المره الجايه. تقول لي انا ضد ايه؟ اقول لك انا ضد ذبحه، انا ضد ان هو يمنع من المنتخب نهائيا، لا ما يستحقش ده، حرام طبعا. الراجل اللي يستحق ان هو لو عدل من اخلاقه وظبط نفسه ويديله فرصه ثانيه البطوله الجايه طبعا، لكن النهارده تستبعده واللعيبه تعمل مناقشه؟ امتى اللعيبه كانت بتعمل
مناقشات مع المدرب ويتعاطفوا معاه، وبرضه تسالني انا اقول لك لا اللعيبه مش غلطانه. انا لو دلوقتي احمد كمال ولا جو ولا اي حد من صحابي بنلعب في المنتخب اكيد هتعاطف مع صحابي. يا جماعه الناس دي مع بعض من امتى؟ لكن الفكره ان انت تمام بقى معاهم، يعني خدت برايهم جدا وكملت معاهم. ولقينا عمرو ورده رجع، طب عمرو ورده مش موجود ليه في اخر ماتش اللي انت رجعته ده؟ قال لك لا احنا منعناه من الماتشين دول. يا سلام يا سلام على الفكر يا اخي. تيجي تقارن حضرتك مواقف زي دي حصلت مع لعيبه، مع احترامنا برضو لعمرو ورده، اكبر بكتير قوي شخصيه وسنا وموضوعا وكل حاجه. نرجع لك كده ورا سنه صغيره وبعد كده نرجع لك جامد. عم كوبر الراجل مع احترامنا للموقف وايا كان مين الغلطان، مشكلته مع حسام غالي كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر. الراجل استبعد حسام غالي خلص، ما رجعش حسام غالي المنتخب طول ما كوبر بيدرب، وتعاطف الاعلام والاعلاميين والناس تتكلم والناس تروح وتيجي وقعدات ومصالحات خلصت. المعلم الكبير حسن شحاتة ودروس التدريب بتتعمل ازاي وقصته الشهيرة في نفس بطولة شبيهة زي دي في 2006 مع احمد حسام ميدو. الراجل عمل الغلطة وكل الناس تعاطفت مع ميدو، وميدو بقى ميدو العالمي اللي كان بيلعب برا وعمل بوني تيل كان مجنن الناس والعالمي والاجنبي، خلصت ميدو مرجعش. لا وساعتها ميدو ومين بيتدخل بقى؟ عندك علاء مبارك جمال مبارك بيتكلموا، وعارف انت الدنيا دي ساعتها ضغوطات خلصت. كابتن الجوهري وابراهيم سعيد حصل موقف برضو، قال له روح خد حاجتك وروح يا هيما. حتى ابراهيم سعيد طلع بعدها بيهرج وبيحكي وبتاع، قال لك ما كانش معايا فلوس. كابتن الجوهري كلم سمير عدلي قال له ده يروح اديله $100 وخد $100 وروح. ابراهيم سعيد ركب طياره وروح على مصر. وكان ابراهيم سعيد والثلاثه الاسامي بس الصغيره اللي بقول لك عليها دي اتقل بكتير قوي من عمرو ورده وقيمته في المنتخب وكل حاجه. ومع ذلك الاحترام والاداره القرارات اللي بتتاخد بتتنفذ صح. خسرت اللي كان مأيدك وخسرت اللي كان ضدك لانك متذبذب، ويطلع لك بقى حاجات تسخف على الواحد بقى اللي اتعتن بقى، يقول لك في كبير فني جبناه وتأكدنا ان الفيديو المسرب مفبرك. حضرتك بتضحك على مين؟ يعني انا عايز اعرف انت بتضحك على مين في 2019 على شباب كلها قاعده على الانترنت وفاهمه انا اسف اكتر منكم بكتير. فبلاش والنبي يا جماعه، يعني لو قررتوا ترجعوه ما تدوش مبررات هايفه. طب نيجي للجمهور، يعني قلت لكم ان انا هتكلم على الجمهور، والحقيقه اول مره اقيم لعيبه مع جمهور وجمهور مع لعيب. لكن اسمحوا لي ان انا رحت الثلاث ماتشات بتوع مصر انا متضايق جدا من شويه حاجات. انا عايز اعرف بس حاجه، يعني انا ليه لعيبه منتخب مصر دونا عن انديه المنتخبات العالم ما بيروحوش يا جماعه يسلموا علينا يقولوا لنا شكرا يا تعبانين، شكرا احنا اسفين على الاداء ده، ان شاء الله الاداء الجاي واحنا نسلم عليهم ونحييهم. ليه ده ما بيحصلش؟ هل احنا مثلا برشلونه فاللعيبه مثلا شايفه نفسها قوي 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 فبحيث انهم بيخرجوا على طول من الاجواء وكده ومن الدوشه؟ ليه؟ ليه يا جماعه؟ ايه فكره ان احنا بنقف نحييكوا وبنيجي كل الماتشات ومفيش حد بيجي يا جماعه يسلم علينا؟ اخرهم بس يسلموا وهم بيسخنوا، وهم حد معدي بيسخن، حد رايح حد خارج، لكن غير كده مفيش. الوحيد يمكن اللي جه يسلم ورمى تيشرت هو دونجا، ده تعقيبي على اللعيبه، لكن تعقيبي على الجمهور وده حاجه محدش يعني ما تقدرش تلومهم قوي برضو. لكن فين يا جماعه اللي بيديروا ده؟ الاستاد عباره عن 100,000 او 80,000 واحد عاملين دوشه، بيب بيب ومصر وصلاح يا صلاح يا تريزي. فين عايز اسمع جمله مفيده؟ ما سمعتش غير شيماه يمين مصريين بس. يعني والله انا رحت ماتش المغرب والجزائر كان في مثلا بتاع 10,000 واحد بالاستاد كله، اغاني محدده عارفينها، حركات معينه بيعملوها. نفسي ده يحصل، معرفش ازاي وليه، بس حاجه في منتهى السوء بصراحه. شوفوا ماتشات الاهلي والزمالك الجمهور كله بيبقى عامل ازاي، ضجه، تحس ان انت بتتفرج على جيش. طبعا عارفين مراعاه الاطفال والعائلات والبنات، انا فاهم طبعا المصريين كلهم عايزين يحضروا والدنيا حلوه والله وبتاع، فيعني كان تعقيبه عدي ارميه. الى اخر جزء في الحلقه وهو السؤال الابرز في اليومين دول، مصر هتلاعب مين؟ محدش عارف. يعني بص تسمع اي حد بيتكلم في الموضوع ده يقولك او او او، فانا هقولك بصراحه نفس الكلام عشان يعني كله مش عارف، هي كله حسبه معقده واول مره تتعمل فكله محتاس. لكن انت تاهلت اول فطبيعي قلنا هتلاعب ثالث المجموعه الثالثه يا الرابعه يا الخامسه. مين التوالد اللي دلوقتي موجودين والاقرب انهم يتاهلوا؟ عندك كينيا، بس كينيا بيقولك عليها اربعه وموال، فكينيا الموضوع متعصلك شويه لكن هي موجوده معاك بنسبه 50%. المجموعه اللي بعدها
عندك جنوب افريقيا هي برضو المرشحة تطلع لك بعد كينيا المركز الثاني على طول. بعد كده هتاخد حد من المجموعة الثالثة اللي هيبقى فيها بقى تونس ومالي وانجولا. لسه بقى هتتوقف الماتشات النهاردة، فاضل اخر مجموعتين اللي هي بتاعت تونس والكاميرون وغانا، هيطلع منهم توالي. انجولا بقى تعادلت هتطلع مين وبتاع، لكن هو دول الاقرب. يعني انت هتاخد واحد من المجموعة الاخيرة اللي فيها تونس دي، يا هتاخد جنوب افريقيا يا كينيا. اذا في النهاية لو سألت اي مواطن مصري معدي في الشارع مصر هتاخد الكاس، 90% هيقولوا لك لا، و10% مش هيكونوا فاهمين كوره هيقول لك اه. هل ده يمنع ان انت تاخد البطوله؟ لا، تمشي. يعني انت وصلت فاينل باداء مقارب من الاداء ده قدام الكاميرون وخسرت في الفاينل، فانت اكيد ممكن توصل وممكن تعدي معاك على حسب طريقك وعلى حسب الصدف اللي الفرق التانية هتقع فيها. لكن اؤكد لك لو بالاداء ده لعبت فرقه محترمه الفرقه مش هتعديك على خير، ولو فلتت معاك مره مش هتعدي معاك تاني. انت حتى النسخه اللي ما بتعرفش تدافع وما بتعملش على الجون بتاعك كور كتير. ربنا يستر وما تحصلش مصيبه على الاراضي المصريه واحنا كلنا كده متعشمين ونبقى جايين الاستاد ونطلع من دور الثمانية، يعني على الاقل سيمي فاينل. سيبوا لي رايكم يا رزيعه، وقولوا لي انت شايف المنتخب المصري هيوصل لفين، وبالاداء ده ايه اللي احنا منتظرينه منهم. وخلينا نتفائل وخلينا نروح الاستاد وهنفضل وراهم وهنفضل نشجع واحد واحد فيهم لحد ما البطوله تنتهي، وبعد كده نتحاسب بقى. يعني كل ده كان لسه ايه، بندلع وبنطر للدنيا. وطبعا اكيد هتكلم على كل المنتخبات المتاهله بعد ماتشات النهارده بالليل، انا لسه بصور الحلقه، وان شاء الله بكره نعمل لكم حلقه هتبقى مفاجاه قويه جدا. انتظروا وافتحوا اللايكس والتنبيهات عشان ما تفوتكش دي، عندي ضيوف هيعجبوكوا قوي. سيبوا لي برده رايكم تحت في الكومنتات ممكن مين اللي يجي. حلقه بقى توقعات والديني، وكفايه رزع قوي لحد كده.